بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الديسبلاي كواليتي ميديا فيتشرز اتكلمنا في السيشنز اللي فاتوا عن ريزوليوشن وسكان. اليوم راح نتكلم عن الجريد. يا جماعة الجريد واحدة من ضمن المفاهيم اللي ليها أكتر من تعريف ومداها واسع شوية، لكن احنا راح نتكلم عن الجريد كميديا فيتشر في ميديا كويري. الجريد يا جماعة مسؤولة عن انها تحدد تعمل كويري بالظبط للديفايس بتاعك. هل هو طيب هو جريد ولا بيت ماب؟ مش فاهم. هي بس كل قصتها انها مسؤولة عن ان التصميم بتاعك اللي راح يتعرض ده يتعرض بشكل حاجه من اتنين، يا اما جريد يا اما بيت ماب. الامر ده اللي هيرجعنا سنه لورا شويه علشان نقول يا جماعه الفرق ما بين الجريد وما بين البيت ماب. طيب انت كيو اي ديزاينر احيانا يعني بتشتغل دور تاني وهو دور الجرافيك ديزاينر، بس انت بتاع واجهه تصميم هو بتاع تصميم كامل، تمام؟ ده الجرافيك ديزاينر. الجرافيك ديزاينر بيبقى عنده الكور كونسبت بتاع انه هو يطلع تصميم من الصفر، تمام؟ انت بتشتغل على ستراكشر، بتحط تصميم بشكل عام او بتحاول تحكي تصميمه هو بالكود، تمام؟ اليو اي ديزاينر انت كودك مش ديفلوبينج، انت كودك ديزايننج. انت ممكن انت تحط تصميم وتحاول تحكيه، تمام؟ كفريق عمل بيبقى الجرافيك ديزاينر بيخدم عليك، او بمعنى ادق انتوا الاثنين بتشكلوا فريق عمل، فريق كامل، وبيبقى بعد منكم في الرول اللي بعد منكم الديفلوبر، تمام؟ اللي هو بيكتب الفانكشناليتي، تمام؟ انت كيو اي ديزاينر عندك حاجه من اثنين، واحده بتاعتك بشكل صرف ما بيشاركش فيها الجرافيك ديزاينر اللي هي البيهيفيور. البيهيفيور ديت اللي بيخلي الصفحات مور رياليستيك، انت بتخلي الصفحه تترجم لسلوك، يعني الفيزيتور يحس ان الصفحه بتتكلم معاه. ديت يو اي ديزاينر، تمام؟ لكن الجرافيك ديزاينر ده دوره بيوقف عن ان هو يحاول يحط يحكي تصميم او يجيب لك تصميم وانت تحكيه بالكود وانت تحط له البيهيفير، تمام؟ وساعات انت بتنزل لليفل ده وبتبقى انت الاثنين كجرافيك ديزاينر ويو اي ديزاينر، بيبقوا الاثنين في شخص واحد. طيب تحت كل الاحوال متفقين ان الكلام بيوقع في دايره الجرافيك ديزايننج بشكل عام. الجانب ده مقسوم لنصين، تمام؟ او اقصد بمعنى ادق يعني الديجيتال ايمجز، الديجيتال ايمجز مقسومه لنصين، جزء اسمه بيت ماب وجزء اسمه فيكتور جرافيكس. يبقى الجرافيكس حاجه من الاثنين، يا اما بيت ماب يا اما فيكتور، تمام؟ فيرسس او ده حاجه ضد حاجه يعني، او حاجه بتتقارن مع حاجه ثانيه، تمام؟ اوكي. اللي عليه الدور دلوقتي البيت ماب ايمج، تمام؟ البيت ماب ايمج ديت يا جماعه من اسمها كده بيت ماب او بيت وماب، عباره عن ماب فيها مجموعه كبيره من البيتس. اكزاكتلي كده يا جماعه، كولكشن اوف بيتس ذات فورم ان ايمج، عباره عن بيتس بنقول عليها بيكسلز يا جماعه، بيكسل وبيكسل 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 جنب بعض بشكل كبير كبير كبير، بيشكلوا لي الايمج بتاعي، فبنسميها بيت ماب، تمام؟ لان كل بيكسل ليه فيكسد سايز يا جماعه، اكزاكتلي اكسس على الواي واكسس على الاكس والواي ليه ابعاد معينه فيكسد عليها، ما راح يتغير ب اللارجنج ولا بالسكيلينج والكلام ده، لا فيكسد عليها بالظبط. لو انت زومت انا فيكسد على بيكسل بتاعي بعد اذنك، تمام؟ جميل. اوكي، حتى بيقول لي عشان كده الصوره بتتكون من ماتريكس، كل المصفوفه، المصفوفه دي عباره عن مجموعه من الدوتس، الدوتس ديت بير انش ليها عدد معين بتشكل لي في الاخر الكثافه الريزوليوشن، تمام؟ جميل. زي ما هو مثل لي بالصوره ديت، لو انا حاولت ازوم مثلا ده زوم لغايه 250% هلاقي اني ده عباره عن بيكسل وده بيكسل وده بيكسل وده بيكسل وده دوت وده دوت، يعني مع كل بيكسل من دول حاجه اسمها ايه؟ اكزاكتلي بيكسل اسبكت ريشيو، اللي ممكن تكون عباره عن من صفر لواحد، ممكن تكون لواحد لفاصله واحد فاصله 3 3 3، وده امر قيم جدا 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 راح يجي الحديث عنه ان شاء الله باذن الله بعدين، تمام؟ اوكي جميل خالص. بيقول لي ان البيت ماب ايمج ديت
ليها مجموعة من التايبس، أولهم اللاين ارت، ده عبارة عن حاجة لون من حاجة من اتنين، يا اوني اللي هو بلاك، يا اوف اللي هو بيكون عبارة عن وايت. الجانب التاني بيبقى عبارة عن الجراي سكال، الجراي سكال معاك ابيض واسود، ودرجات اللون الرمادي معاك 256 على 8 بت. ده جزء جميل جدا يا جماعة، لو ناخد بالنا منه 8 بت ديت بنسميها الكالر ديبث، وده واحدة من ضمن الفهم الممتازة جدا عند الجرافيك ديزاينر، هو يحس بيها كويس، اسمها الكالر ديبث او عمق اللون. تمام، لو انا فتحت مثلا فوتوشوب يا جماعة وعملت كنترول ان، وبلاقي عندي حاجتين اتنين، ده شغل الجرافيك ديزاينر، النقطتين دولت ما بيتعدوش بالسهل يا جماعه عند الجرافيك ديزاينر بالذات. تمام، هو يعرف كويس خالص التصميم بتاعه وراح يخدم مين وراح يحصل فيه ايه، ويهمه ها الفينش النهائي بتاعه ازاي. طيب اوكي، لو انا كنت شغال يا جماعه بقول انا شغال على جراي سكالات، جنب مني ده اللي بتكلم عليه يا جماعه اسمه الكالر، الكالر ديبث. طب انا عايز الناس تاخد بالها من نقطه، تمام، انا كنت شغال على 8 بتات بس بجراي سكال، حجم الصوره 3 ميجا. طب انا اشتغلت على ار جي بي، حجم الصوره بيجي 9 ميجا. لو انا اشتغلت على سي ام واي كي بيجي 12 ميجا. الله الله، القصه ديت الامر مختلف، بقت مختلف كمان لو انت زودت في الكلار ديبس بيجي 16 24 ميجا، لو انت شغال مثلا على جراي سكال و16 6 ميجا 32 بيجي 12 ميجا. انا هركن شويه قصه الكلار ديبس وامسك بس في الارقام اللي بتتغير دي. تمام، لو انت كنت مشروع جرافيك ديزاينر ان شاء الله باذن الله فاهم كويس، تفهم كويس خالص تصميمك، يعني واحده من ضمن الحاجات اللي بتعمل كنترول عليك انت بتتجاز كفاءتك بحاجات مختلفه، ومن ضمنهم حجم الفينش النهائي، المخرج النهائي بتاعك. ها انت ليه تدفع اكتر لما ممكن تدفع اقل؟ الصوره اللي انت عايز تعمل لها ديزايننج وانت عايز تصممها انت مش محتاج في التشانلز بتاعتها 32 بت، المدى اللوني بتاعك كبير جدا في ال 32 بت يا جماعه. طب لو انت مش محتاج الرينج ده انت تحط نفسك ليه فيه؟ انت ممكن تختار حاجة صغيرة وتوفر نص المساحة، لان المساحة جزء من معايير تقييمك. تمام، لو انت بتفكر صح يا جماعه. تمام، وديت نقط جميله جدا بصراحه. طيب الجانب التاني كان بتاع الكالر ديبس، بنسميه العمق اللوني. في الويكي يا جماعه ريحت القصه دي، العمق اللوني بمنتهى البساطه عباره عن the number of bits used for each color component of a single pixel، عدد البتات اللي بيستخدمها اللون الواحد علشان يعرض، عشان يتعرض على بيكسل واحد. طيب كل ما زاد عدد البتات كل ما طبعا القصه بتاعت العرض ابتدت تبقى متعجده شويه، لان انا عندي خيارات كتيره. تخيل انا بدي لك طباشيره واقول لك ارسم على سبوره، او ادي لك طباشيره وقلت لك ارسم على حيطه، اديتك سبوره وقلت لك ارسم على باب، في فرق ما بين وما بين وما بين، كل واحد من دول ليه مساحه مختلفه. تمام يا جماعه، اكزاكتلي لما انا كنت بقول لك ان انت عندك هنا واحد بت كلر ديبس، دي طريقة بتعرض بيها لون، هنا 2 بت عندك أربع ألوان اللي هي 2 في 2، هنا عندك 16 بت 16 لون، آسف يا ربي، أربع بتات. تمام، فمن مسألة بتزيد بيجي في ال 8 بتات، ها بيجي عندك 8 في 4، 8 في 8 في 4، هنا في ال 256 لون 8 بتات بس، ديت 4 بتات، هنا 8 بتات. تمام، فإحصائياتك احتمالاتك بتزيد معاك 256 لون. هنا بقى في بنسميها في الترو كلر، تمام، ذات 24 بت ذات مور رياليستيك، تحس بان الصوره بتتكلم. تمام، لان اضافت لك الترانسبيرنسي اللي هي الالفا شانل، ريحت حاجات كتير. فانت موجود في الفوتوشوب وبتختار كمان عندك 32 بيكسل، وعلى فكره الموضوع مش قايم على 32 بيكسل يا جماعه، ده كمان في فيما بعد ال 32 بيكسل الامور مش واقفه على كده، ده كمان في بعد ال 32 في ال 48 والديب كلر، حاجات عميقه جدا يا جماعه. تمام، ده بخصوص الكلر ديبس، ده واحده من ضمن النقط اللي المفروض كجرافيك ديزاينر ناخد بالنا منها. نرجع لحديثنا مره تاني عن الجراي سكال، وده النوع التاني معايا المالتي تون. المالتي تونز ديت عباره عن لونين فما فوق. الجانب الرابع كان الفول كلر ايمج، ديت الصور الحقيقيه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، اللي هي بتستخدم بقى الكلر سبيس، انت عندك الوان مختلفه وتدرجات مختلفه للار جي بي والسي ام واي كي والكلام ده، ده كله جزء من ما يسمى بالبيت ماب. تمام، رايت اوكي مش الكاركترستكس بتاع البيت ماب، واحده من ضمن اهم من الخصائص اللي لازم تكون فاهمها كويس خالص في البيت مابس يا جماعه، هو بيقول لي ان الصوره بتاعتك مالها ذا مين disadvantage of bitmap
images once they are enlarged too much they look unnatural and blocky. لما بنبتدي نعمل لها سكالينج، لما بنبتدي نكبرها بتبقى شكلها اجلي، بتبقى مش شور، بتبقى حاجه ثانيه خالص، بمعنى ادق ده اللي احنا كنا بنقول عليه بتبكسل يا جماعه، بتظهر لتفاصيلها الاساسيه. ليه يا جماعه؟ لان هي بيت ماب، لان كل بيكسل ليه فيكسد سايز بالظبط على المحاور، فانت بتجرب هو ما بيجريش معاك اي حاجه باستثناء ان انت بتجرب وانا بثبت في مكاني، مش بجري اي عمليات علشان احاول احافظ على نقاء الصوره ديت اللي بنسميه البيت ماب ايمج. وعلشان نلخص ونجيب من الاخر كده، بسم الله ما شاء الله، كل التصوير الكاميرا عموما اقصد والسكانرز الكلام ده كله بيصدر لي على بيت مابس. تمام يا جماعه؟ اوكي. ابلكيشنز اللي بتستخدم الكلام ده او بتتهندل مع الكلام ده ادوبي فوتوشوب، عامل كل الفايل فورمات يا جماعه، فايل فورمات نقطه من اول السطر. بالاي تاني الفايل فورمات ده اللعبه بتاعت الجرافيك ديزاينر. ما فيش جرافيك ديزاينر غير ويفهم كويس خالص يعني ايه اكستنشنز، يعني ايه فايل فورمات، يفهم كويس خالص كل واحد من دول قصه وحكايه وروايه وخصائص وسيشنز. بالله تاني يا جماعه، كل اكستنشن من دول ليه خصائص مميزه وليه طريقه بيتعرض بيها وليه سبيسيفيك بيربس لغرض معين. انت تحفظ امتى جي اي اف، تحفظ امتى جي بي جي، تحفظ امتى تي اي اف اف، كل واحد من دول ليه خصائص مميزه و او ما شابه. تمام، دوت الاكستنشنز اللي لو شفتهم تعرف ان انت شغال على بيت ماب بي ام بي اي بي اس دايت دبل جي اي اف جي بي جي بي دي اف بي اي سي تي وتي اي اف اف، وطبعا اعمل كل بي اس دي اكستنشن فور ادوبي فوتوشوب يا جماعه. دايت اول جانب. الجانب الثاني يا جماعه كان خاص بالفيكتور جرافيكس. الفيكتور بنسميها المتجهه مش الخطيه بقى زي البيت ماب، لا بقى فيكتور. فيكتور ديت خاصه قايمه على اكزاكتلي المتجهات، فاكر فراغيه ايام زمان اسف هندسه الفيكتور المتجهات. لو انا كنت بقول اني بمنتهى البساطه اتس كومبليتلي ديسكرايبد يوزنج ماثيماتيكال ديفينيشنز، الصوره كلها عباره عن ماثيماتيكال ديفينيشنز، معادلات رياضه القائمه على الفيكتورز اور المتجهات يا جماعه. طيب اوكي، الفكره بتاعتها كلها تاثير جميل خالص اسمه بيزير كيرفز. هي القصه كلها في الكيرف ده، وده عباره عن روشه وليله ودنيا كلها قايمه على معادلات رياضه بتقول يا جماعه بمنتهى البساطه الدايره اللي على الناحيه الشمال ديت فيها عباره عن دوت دوت دوت، مجموعه كبيره من الدوتس يا جماعه. تمام، ديت اكشولي ممكن نمثله بدوت 2 3 4 اربع نقط بس ليهم سبيشال انفورميشن بيتحملوا عليها. ليهم حاجات مختلفه زي والله عند نقطه معينه اعمل لي كيرف، عند زاويه معينه حاول خلي لي ابعاد كده سين وصاد وعين ولام، الكلام ده رياضه. يعني ايه اللي اقصد اقوله يا جماعه؟ ان الفيكتور الفيكتور قائم على التاثير ده او قائم على الكيرفز ديت. الكيرفز ديت فيها مجموعه من المعادلات الرياضيه اللي زي فيها كنترولز، زي حاجات بتخدم عليا انا مش بس شايله رسمه، لا لا دي شايله معلومات خاصه بالرسمه. ف المساله ما بقتش ثابته، بقت ممكن تتغير لان في مرجع معايا متغير، فاهماني؟ عندي مرجع للمعلومات، فممكن لو حصلت حاجه انا اخد منه وتحصل حاجه ثانيه. تمام، ممكن يكون الموضوع مش واضح شويه بس بمنتهى البساطه هتوضح لو انا قلت السبيشال او لو انا قلت المين ادفانتج بتاع البيت ماب الفيكتور بيت. الكاركترستكس ديت او اهم ما فيها يا جماعه انها سكالابل، مش القصه بتاعت سكالابل بمعنى ادق، يعني لو انا عملت لها انلارجنج ما بيبكسلش مني، او ازوم فيها كبير بشكل كبير خالص ما بيحصلش فيها حاجه، لان الكيرفز بتبتدي تفهم ان انا عايز اعمل زوم، فبتبتدي ترجع لورا وتظبط المساله، ما بتكسلش مني يا جماعه، لان هي مساله بقت فيكتور، متجهات بقت رياضه. تمام، ديت الميزه في الفيكتور واللي مش موجوده في البيت مابس. تمام، الجانب الثاني طبعا الفيكتور حجمها صغير جدا، الملف الاي بي اس ما بيبقاش اساسا في غير الداتا بتاعت البيزير كيرفز ده بس، تصدق البريفيو اللي هو بيكون جي بي جي ولا جاي في الكلام ده بيبقى حجمه اكبر من الحجم الفعلي ليها بالاي بي اس او بامتداد الاليوستريتور او كده. الابلكيشنز اللي ممكن تشتغل عليه اليوستريتور عمو الكل مثلا، زي ده الاكستنشنز بتاعك معاك اي بي اس وده مشهور جدا، وبي دي اف طبعا دايت واي اي فور اليوستريتور بي اس دي. تمام، دايت بخصوص الفرق ما بين البيت ماب فيرسس الفيكتور جرافيكس. تمام، واحنا اللي دخلنا في القصه ديت ببساطه الخاصيه جريد يا جماعه. بالله تاني انا عايز انور النقطه عشان الناس برضو ما يعني ما تتضايقش او كده.
احنا شغالين في الميديا كويري في الدرافت. الدرافت يعني احنا بنشتغل على اوت لاين بتاع ناس ممكن يتغير. على فكره في الفتره اللي احنا كنا موقفين فيها التسجيل لغايه دلوقتي في حاجات كتيره اتغيرت في الدرافتس ديت، تمام، وفي حاجات وقعت وفي حاجات بتروح وفي حاجات بتيجي، فالحاجات ديت نوت مش ثابته، تمام، الحاجات ديت بتيجي تمهيد لحاجات تانية بعدين. المجال كله شغال كده يوسع وكده، اوكي جميل. النقطه التانية، مش معنى ان كل الكلام اللي راح ناخده هنعمله تطبيق بشكل عملي، بس هو كان موجود في قلب السبيسيفيكيشن، فاحنا بنحاول نربط الاحداث ببعض، تمام. ممكن حاجات نتكلم عنها وما يجيلهاش تطبيق عملي، بس احنا اخذنا البريفيو، اخذنا على الاقل فكره عن هي عباره عن ايه عشان هي كانت موجوده في السبيسيفيكيشن بتاعك، تمام. والنقطه الثانيه، احنا بنحاول والله نستغل القصه. جه الحديث عن جريد والبيت مابز، واحنا حطينا مثلا بيت ماب فيرسس فيكتور، حاولنا نشرح حاجه ثانيه، تمام، علشان برضو الامور ما تمشيش على رتم من غير ما يعني نضيع في الوقت من غير فائده معينه، تمام. ديت بخصوص الامر اللي حبينا نتكلم فيه في السيشن بتاع اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.